أعزائنا المشاهدين، أسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الحصاد الشرقي. والآن إلى موجز الأخبار. أمير الشرقية يتلقى تقريرا عن برنامج تعافي التأهيلية والعلاجية. تعليم الشرقية تستضيف الورش التطويرية لدليل نظم الاختبارات. اختتام برنامج موهبة الإثراء الصيفي على مستوى قطاعي الخبر والظهران. سواعد العطاء، تقرير من العطاء. ومن حفر الباطن، وزارة الأوقاف تنظم دورة فقه الانتماء والمواطنة. ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، معلومات وحقائق. بالأحساء حفرة مجهولة تثير المخاوف ومطالبات بالكشف عن أسبابها. المواصفات والمقاييس، وزن الحقيبة المدرسية المثالي لا يتجاوز 10% من وزن الطالب. سائق شاحنة متهور يحطم إحدى لوحات الطرق بالجبيل. ومن أخبارنا الاقتصادية في هذه الحلقة، تمور الأحساء تدخل مرحلة الصرام وتوقعات لإنتاج 100,000 طن. السندات الحكومية 20 مليار. أما في أخبارنا الرياضية، انطلاق كأس ولي العهد، انطلاق دوري جميل، منتخب البولينج يعود من عمان محملا بالإنجازات، حساب رسمي في تويتر لرعاية الشباب. الآن إلى تفاصيل الأخبار. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بالإمارة رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للمتعافين من المخدرات والمؤثرات العقلية تعافي بالمنطقة الشرقية الأستاذ مسند بن محسن القحطاني وأعضاء المجلس. وفي بداية اللقاء قدم رئيس الجمعية لسموه تقريرا عن أعمال الجمعية وبرامجها التأهيلية والعلاجية ومشاريعها التوعوية والوقائية، وأشاد سموه بما تقدمه الجمعية من جهود لمساعدة المتعافين من المخدرات والمؤثرات العقلية، كما أثنى على الجمعية وبرامجها والجهود الطيبة التطوعية للقائمين عليها، متمنيا لهم مزيدا من التوفيق والنجاح إن شاء الله. ولمعرفة المزيد عن برامج تعافي، كان لنا هذا التواصل مع أحد الأخوة المتعافين والمستفيدين من البرنامج. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين. بداية ودي أعزي مرشدي التعافي وإخواني المتعافين في فقيدنا الأستاذ يوسف الصالح مرشد في علاج الإدمان، وأيضا يعني قدم الرجل هذا للبرنامج وقدم أيضا للمجمع أشياء كثيرة يعني، وأنا من الناس اللي له أفضال علي رحمه الله. ثانيا أنا ودي أشكر إدارة المجمع بصفة عامة، من ضمنها المشرف العام على المجمع الدكتور محمد بن علي الزهراني ونائبه الدكتور عبد السلام الشمراني، وأيضا رئيس مركز الرعاية المستمرة الأستاذ يوسف اليوسف والأستاذ إبراهيم الجهوري على ما قدموه للبرنامج. حقيقة البرنامج يعني بعجالة قدم لأبو يحيى الشيء الكثير، يعني أبو يحيى كان إنسان ولا شيء، كان إنسان يعني بصراحة لا يعرف القيم ولا يعرف المبادئ ولا يعرف الصدق ولا يعرف الجانب الروحي. دخلت البرنامج، البرنامج علمني الاعتماد على النفس، علمني الجانب الروحي، علمني الصلاة، علمني الصدق، علمني
اني كنت فعلا في ضلال وفي غوية وفي اتباع للشيطان. البرنامج عبارة عن الـ 12 شهر. الأربع الأشهر الأولى علمني البرنامج كيف أجاهد نفسي بقدر الاستطاع وصرف التفكير عن تعاطي المخدرات. الأربع أشهر الأولى ركزت في البرنامج بمصداقية وصدقت مع الله، فالله اداني ما أريد. البرنامج في الحقيقة أنا ما ودي لو أتكلم على البرنامج من الآن إلى يمكن شهر قدام ما راح أوفي البرنامج هذا شيء. البرنامج حقيقة علمني أشياء كثيرة، خلاني فعلا أكون صادق مع نفسي وأعترف إني فعلا كنت مدمن للمخدرات، مدمن وأسير لهذه الآفة. البرنامج حقيقة علمني كيف أعيش حياتي مستقبلا. يعني أنا رجل ما كنت لاني لا كنت موظف لا كنت متزوج لا كنت أرغب في الأشياء هذه كلها. البرنامج بصراحة أعاد ضبط المصنع داخليا لي أنا، خلاني الآن بصراحة والله العظيم أكون صادق، أنا مع الله قبل كل شيء، وأنا متأكد إن في هذه القناة المعروفة وكثير كثيرين حيشوفوا اللقاء هذا وحيستمعوا للقاء هذا وحيعرف إن شاء الله أني صادق. ما كان أحد يعرف من هو أبو يحيى. الآن للأشخاص اللي يعرفون أبو يحيى الآن متأكدين إنه فعلا إن تغير أبو يحيى من البرنامج، صدق مع الله واتبع خطوات البرنامج اللي هي الرعاية المستمرة ل 12 شهر، وأيضا الآن تغير البرنامج صار فيه 90 يوم والرعاية اللاحقة والرعاية المستمرة. كل صراحة يعني أنا ودي أن البرنامج هذا يعني للأسف أنا ما راح أتكلم على المستشفيات الأخرى في علاج الإدمان، لكن أنا أتكلم على مجمع الأمل بالدمام. كل صراحة والله العظيم علمني أني فعلا فعلا أسير بالمخدر، علمني كيف أتجنب هذه الآفة، علمني أني أبتعد عن الأماكن وعن الأشخاص بالطريقة الصحيحة، علمني أشياء كثيرة هذا البرنامج الرعاية المستمرة في مجمع الأمل للدمام. وأنا مصر على أني أذكر المجمع، مصر على أني أذكر مجمع الأمل للدمام، لأنه في 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 كادر طبي وفي عقليات متميزة وممتازة والله لا هي نفاقا ولا هي رياء. أنا من الناس اللي فعلا هدايتي أتت بفضل من الله كل شيء، ثم بفضل البرنامج الرعاية المستمرة في مجمع الأمل للصحة النفسية في المنطقة الشرقية. فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله. أشكر جميع القائمين وأشكر جميع المطورين لهذا البرنامج. الآن البرنامج تطور، يعني أنا أتمنى من 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 أخواني الذين لا يزالون يعانون يتوجهوا ويعطون أنفسهم الفرصة. يعني ما نبقى إلا إنك تعطي نفسك الفرصة تتبع البرنامج، تخش البرنامج. يعني ما والله والله العظيم أنا ما أدري إيش أقول، لكن والله يا إخوان والله العظيم إن عندنا برنامج فعلا إذا كنت إن صادق مع الله في عملك الله بيوفقك. فالبرنامج هذا فيه مصداقية يا ناس يا عالم. أنا كنت رجل ما أملك ريال واحد، ولولا الله ثم البرنامج هذا الآن أنا في أحسن وظيفة، الآن أنا في أرقى مكان في المملكة العربية السعودية. الآن تجيني اتصالات وتجيني معاناة وتجيني بعد ما كنت ما أحد يعرف من هو أبو يحيى. قناة دي ام ام بصراحة يعني أنا أشكركم، عندكم مصداقية وعندكم يعني كادر في القناة هذا، القناة هذه يعني كادر جميل جدا ويتعاملون بكل رقي. أتمنى لكم التوفيق وأتمنى لكم مزيد من التألق، وأتمنى أن القناة هذه يعني تأخذ حظ كبير في المجتمع السعودي. شكرا لكم، وأشكر الأستاذ أيضا فارس الزهراني على ما يقدمه، وأشكركم جميعا. شكرا شكرا. تحت رعاية حرم أمير المنطقة الشرقية الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود، وبحضور مدير عام تعليم المنطقة الشرقية الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم المديرس، أطلقت الإدارة العامة للتعليم في المنطقة الشرقية الورش التطويرية لدليل نظم وتعليمات الاختبارات، بالتنسيق مع الإدارة العامة للاختبارات والقبول في وزارة التعليم في فندق الشيراتون بالدمام.
وسط مشاركات ممثلين من وزارة التعليم من الإدارات العامة للاختبارات والقبول بقطاعيها البنين والبنات ومن الإدارة العامة للمناهج، وبحضور مديري ومديرات الاختبارات والقبول في المناطق والمحافظات التعليمية بالمملكة. وأوضحت مديرة إدارة الاختبارات والقبول في المنطقة الشرقية وعضو اللجنة العلمية والإشرافية سعاد العثمان أن الهدف الرئيس من الورشة يأتي لدراسة وحوكمة دليل نظم وتعليمات الاختبارات لتحقيق الجودة النوعية في العملية التربوية وتكوين مدارس فاعلة وقادرة على تحقيق رسالتها على أكمل وجه. فريق البرنامج كانت له هذه الزيارة لهذه الورشة التطويرية، نشاهد وإياكم هذا التقرير. الله يحييكم جميعا، وحنا أسعد بوجودنا بالمنطقة الشرقية. وباختصار، أهداف تحكيم إجراءات ونظم الاختبارات اللي يقوم فيها الميدان، تحكيم لدليل نظم وتعليمة الاختبارات هذه الورشة، هذا هدفها الرئيس. نعم، يعني كم يوم؟ يومين. نعم، لمدة يومين. طبعا المشاركين جميع مدراء الاختبارات في المملكة اللي هي تقريبا 45 بنين و 45 بنات، كذلك بعض الحضور يعني اللي من الوزارة وكذا، يعني جميع من لهم علاقة يفترض. يعني ذكر أنه إن شاء الله بيحل إن لم يكن مبالغا 99% من مشاكل الميدان اللي تعانيها المدارس والإدارات التعليمية بشأن بعض الإجراءات والأنظمة داخلة في الاختبارات. نعم، مثل يعني قبول بعض الطلاب بعد في منتصف العام، كيف التعامل مع حالة المنتسبين، كيف التعامل، كيف أو إسناد مثلا التصحيح إلى المعلم، إسناد مهمة التصحيح أو إعداد الأسئلة حتى إخراج النتيجة للمعلم فقط بدون دخول آخرين معه. يعني كثير من النعم. الدليل عموما هو لتطوير الإجراءات المتعلقة بالطالب، يعني إذن هو الهدف الرئيس للوزارة هو الطالب، وهدف والدليل وضع لي نقول الممارسات التي تقوم عليها عملية تقويم الطالب. نعم، ولذلك الطالب هو المحور الرئيس في الإدارة. والله أولا أشكركم شكرا جزيلا، وصراحة تقديرا مني لكم أقول جزاكم الله خير على كل ما وعنائكم الحضور لهذا اللقاء، طبعا تشريف لنا قبل أن يكون طبعا حضور فقط. كذلك أشكر جميع الأخوة القائمين على هذه الورشة، وبالأخص الأستاذ اللي كرمنا في هذا اللقاء. يعني حقيقة يعني أولا نشكر الإدارة العامة للتربية والتعليم في المنطقة الشرقية وجهودهم يعني واضحة ومشكورة في تنظيم هذه الورشة. طبعا هذه الورشة هي يعني ستكون يعني سنستفيد من خبرة العاملين في جميع إدارات التربية والتعليم قبل إقرار الدليل المنظم لأعمال الاختبارات في المملكة العربية السعودية، واللي سيكون إن شاء الله شامل لقطاعي البنين والبنات والمتزامن مع التطورات الأخيرة في النظام التعليمي. طبعا يعني بعد ما تنتهي ان شاء الله هذه الورشه ان شاء الله وما يتفق عليه الحاضرين ان شاء الله من هذه الانظمه سيتم عكسها الكترونيا في النظام، بحيث جميع ما تم الاتفاق عليه من تنظيمات الاختبارات ستكون موجوده الكترونيه وميسره لمدراء المدارس، بحيث يعني جميع الانظمه ستطبق وتعكس والإجراءات ستكون موجودة إلكترونياً، لأن سيكون أمر أسهل على المدير في تطبيقها. يعني فيما يتعلق بنظام النور، هناك يعني عدد من الحزم التي ستطلق إن شاء الله في النظام فيما يتعلق أنظمة اختبارات. طبعاً يعني مبدأ تفويض الإدارات في طباعة الشهادات، سيكون أيضاً مبدأ يعني ما يسمى بالمعادلات، ستكون معادلات متاحة لإدارات الاختبارات والقبول، وهناك الكثير والكثير. لكن ننتظر بإذن الله سبحانه وتعالى أن يعني ما ستخلص له الورشة هذا الدليل، والأسبوع القادم أيضا يعني الورشة المختصة بدليل القبول، وبعد صدور قرار رسمي باعتماد الدليلين ستعكس مباشرة على النظام بحيث تكون ميسرة للجميع. والله حقيقة نشكر لكم هالتواجد في هذا الصباح الباكر في المنطقة الشرقية، نشكر لكم هذه التغطية، وشكر موصول أيضا للإدارة العامة للتعليم منطقة الشرقية على هذا التنظيم الرائع،
وبارك الله في جهود الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أولا أشكركم في قناة DMM على جهودكم الطيبة وتسليطكم على كافة الأحداث في المنطقة الشرقية بما يهم المواطن والمقيم، فشكرا لكم. أولا هذه الورشة ورشة دليل نظم وتعليمات الاختبارات بوزارة التعليم، تقام هذه الورشة لمدة يومين في المنطقة الشرقية برعاية كريمة من حرم صاحب السمو الملك أمير المنطقة الشرقية الأميرة فيصل عبير بنت فيصل بن تركي حفظها الله، وبحضور مديري ومديرات الاختبارات والقبول بمناطق ومحافظات المملكة. الهدف من إقامة هذه الورشة في المنطقة الشرقية أن هناك مستجدات كثيرة في العملية التربوية التعليمية، سواء في نظام التعليم العام أو نظام المقررات أو نظام الفصلي، كل هذه مستجدات تطرأ من جراء العملية التطويرية للعملية التربوية التعليمية. ومن هنا جاءت الحاجة إلى تطوير دليل الاختبارات بما يوافق ومستجدات هذه التغيرات اللي موجودة، فبناء على ذلك تم عقد وهذه الورشة لاستعراض الدليل ومسودة الدليل حتى يمكن اعتماده ليعمم على مستوى مناطق ومحافظة المملكة للعمل به وفق منهجية تتواكب مع المستجدات. فهذا هو الهدف الأساسي من إقامة هذه الورشة في المنطقة الشرقية. 45 إدارة تعليم من مناطق محافظة المملكة ممثلين في من خلال حضور مديري ومديرات الاختبارات والقبول بمناطق محافظة المملكة 45. أتمنى إن شاء الله لهذه الورشة أن تحقق أهدافها المرسومة، ونشكر الحقيقة مرة أخرى الرعاية الكريمة لصاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي لرعايتها لهذه الورشة، واللي تكون إن شاء الله رعايتها قيمة مضافة لهذه الورشة اللي نأمل إن شاء الله أن تتوج خلال اليومين القادمين بإذن تعالى بالخروج بدليل نوعي يسهم إن شاء الله في الارتقاء بالعملية التربوية والتعليم بإذن الله تعالى. اختتم الأسبوع الماضي البرنامج الإثرائي الصيفي موهبة الذي أقيم لمدة 3 أسابيع على مستوى قطاع الظهران والخبر، واشتمل الحفل الختامي على زيارة المعرض الإبداعي لنتائج الطلاب الموهوبين وعلى العديد من الاختراعات العلمية والتقنية للطلاب المشاركين. وأوضح المشرف العام على البرنامج الأستاذ محمود الديري أن هذا البرنامج كان له الأثر الطيب على الطلاب والطالبات الموهوبين والموهوبات، حيث اشتمل على أكثر من 100 مشاركا من الجنسين. فريق البرنامج كانت له هذه الزيارة لهذا البرنامج الرائع. أول شيء اسمي بشير عبد الفتاح الجاني في مسار الإحساس والإدراك، فأمسوي مشروع عن الجلطات الدماغية. فمشروعي مبني على الأساس أن الجلطات هي أول شيء هو انسداد الشرايين، فبهذه الحالة في 3 شرايين رئيسية، في الشريان الأمامي والأوسط والخلفي، فكل شريان يصير فيه جلطة بتأثر جزء من يعني بتغير شيء، مثلا هذه المنطقة حق الشخصية وهذه المنطقة حق الحركة وهذه المنطقة حق الإحساس، فبيفقد ياما الحاسة والحركة وكذا. بس إن يعني هذا الشيء اللي يخليه مرة خطير إن بس 8% من العالم يعرف إن أعراض تجيهم أعراض جلطة دماغية فتجيهم فجأة. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي رافع محمد سعد مالكي مسار الإحساس والإدراك. اليوم راح أقدم لكم شرح بسيط عن اللسان. اللسان مكون من 4 براعم، البرم الأول هو الحلو، يقع لمقدمة اللسان ومسؤول عن ذوق أطعمة الحلوة مثل السكر أو الكيكة، والبرم الثاني هو البرم المالح يقع على جانب اللسان على الأسفل هو مسؤول عن ذوق أطعمة المالحة مثل الملح، والبرم الثالث هو البرم الحامض هو مسؤول عن ذوق أطعمة الحامضة مثل الليمون والخل. في وضع الليمون والخل على مقدمة اللسان لذوق طعم الحامض، والبرعم الأخير هو برعم المر هو مسؤول عن ذوق طعم المر مثل الشاي المر. أخيرا حليمة اللسان هي مسؤولة عن نقل الرسالة، إذا ذوقنا شيء تلقى رسالة للمخ عشان نفهمها وندركها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا مشروعي اليوم عن الدماغ، والدماغ ينقسم إلى 3 أقسام اللي هو المخ والمخيخ وجذع الدماغ. المجسم اللي صورته لكم اليوم هو المخ. المخ ينقسم إلى 3 أقسام اللي هو الفص الأمامي الجبهي وهو مسؤول عن التخطيط للمستقبل والكلام وبعض الحركات، أما الفص الجداري فهو مسؤول عن حاستي اللمس والذوق والتفكير المنطقي
أما الفصل الخلفي فهو مسؤول عن تفسير المنبهات البصرية. أما الفصل الصدغي فهو مسؤول عن تفسير المنبهات السمعية. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي فارس محمد بابصل، مسألة الاختراعات، برنامج موهبة الإثراء 2015. اختراع عبارة عن شيء يتركب على الجزمة، يعني قبل إذا في موية وفي حفرة قدامك فيصير ينبهك، يعني قبل ما تتزحلق في الموية وتطيح من الحفرة يصير ينبهك. والتراسونيك سنسر يتركب في الجزمة، يصير يرسل موجات صوتية وينبهك يعني في موية قدامك في حفرة. طريقة استخدام هذا الروبوت، هذا الروبوت اسمه نيكستي، صنع من شركة ليجو. هذا الجهاز اسمه التراسونيك. الالتراسونيك احنا برمجينا اذا شاف هذه القطعة يوقف، بعدين يشغل اللايت سنسر. اللايت سنسر للكرة اكثر درجة لون فنشوفها، بعدين اذا كانت حمراء يضربها، اما اذا كانت زرقاء يرجع الى الخلف. وهذا ليس بغريب على مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع الذين أحسنوا صنعا باختيار مدارس منارات الخبر، حيث أنها مكان مهيأ لمثل هذه الأنشطة وهذه البرامج، لا سيما وأن القائمين عليها والذين يشرفون عليها هم ثلة من الزملاء الذين عملوا في مجال التربية والتعليم حقبة من الزمن، نسأل الله لنا ولهم التوفيق والسداد. لا شك قناة الدمام من القنوات التي أخذت في الآونة الأخيرة تشق طريقها في المناسبات حقيقة التربوية والتعليمية، ولها شكر خاص مني والقائمين عليها، ونسأل الله أن يكونون دائما في تطور ومن تميز إلى تميز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حياك الله أخي المتألق الدائم فارس، أنت أحد الأضواء الإعلامية اللي ترعى مواهبنا، فأنا أحييك الحقيقة وأشكرك. عادة الشكر في الأخير، أنا أقول لك في البداية بيض الله وجهك، اللي شاهدت اليوم من إمكانيات ومشاريع كانت نتاج عقول طلاب استثمرت لمدة 21 يوم في 3 أسابيع. الفترة كانت قصيرة جدا ولكن القدرات كانت عالية، والحماس الحقيقة والإبداع كان عالي، كان سطح الطموح وسقفه عالي جدا. لذلك شاهدنا ما يقارب من 82 تقريبا مشروع ابتكاري جديد بعقليات جديدة متفتحة متألقة. أنا أعتقد أنه بتوفيق الله سبحانه وتعالى ثم بمثل هذول الشباب المتوقد وبمثل هذا الحماس وبمثل هذه الإمكانيات الموجودة، أعتقد أننا قادمون بعون الله تعالى في 1444 إلى تحقيق رؤية القائد في بناء مجتمع معرفي يحمل رسالته الحقيقية لتصدير المعرفة نحو اقتصاد معرفي عالي. شكرا لك أستاذ فارس، ألف ألف شكر لك. أشكر أولا قناة الدمام الفضائية أنها حقيقة تواكبنا في مثل هذا الحدث المبهج الجميل الرائع بالنسبة لنا إحنا كقائمين على التعليم، حينما نرى الفرحة في عيون أبنائنا وهم يتعلمون ويمرحون ويشعرون بسعادة وبهجة التعلم. اليوم إحنا نختم برنامجنا الإثرائي الصيفي في مدارس المنارات الأهلية بالخبر، استضفنا البرنامج لمدة 3 أسابيع. يعني حقيقة أكاد أجزم بأنه هناك اختلاف جذري في نفسيات أولادنا الطلاب من خلال ما اكتسبوه في هذا البرنامج من جانب معرفي، من جانب مهاري، من أساليب التفكير، أساليب التواصل والتفاعل. حقيقة يعني هذا البرنامج رسالته ذات شقين، الشق الأول صناعة مبدع للوطن وأيضا إعداد جوانب شخصية. فنجحت مؤسسة الملك عبد العزيز في هذا المشروع وهذا البرنامج، وأنا متأكد تماما بإذن الله بأن الأسرة تعي مسؤوليتها تجاه رعاية الابن بعد هذا البرنامج لتبدأ رحلة العطاء بإذن الله تعالى في الأيام القادمة إن شاء الله تعالى. نظم فريق سواعد بالمنطقة الشرقية حملة للتبرع بالدم، وذلك في مستشفى قوى الأمن بالمنطقة الشرقية. نشاهد وإياكم هذا التقرير عن هذه الحملة المباركة.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة السلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا في حملتنا لفريق سواعد ذوي الإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية التي يعمل بها هذه الفريق شباب من الإعاقات الحركية، وبحكم أني أنا مستشار هذا الفريق ورئيس هذا الفريق اللي هو الأستاذ عبد الله الدامغ، الأستاذ عبد الله الدامغ، والرئيس الثاني اللي هو الأستاذ خالد العبيد والمتحدث الرسمي للفريق، فقمنا بحملة أو كمبادرة يعني مبدئية من أوائل المبادرات التي أطلقت هنا في المنطقة الشرقية اللي هو دمي في ذاك يا وطن، وهو أن يقوم أشخاص ذوي الإعاقة بالتبرع لجنودنا البواسل الذين يقومون بحماية الوطن. وهذه المبادرة هي من أوائل مبادرات المنطقة الشرقية في أنه أشخاص من ذوي الإعاقات الحرقية يقومون بعملية عمل هذه المبادرة وعمل هذه الحملة وأيضا التبرع لجنودنا البواسل ومساندتهم في عملية الذود والدفاع عن ديننا وعن أولا طبعا المملكة العربية السعودية. وطبعا نخص الشكر الذي عاوننا وساعدنا في هذه الحملة، وطبعا بالشراكة مع مستشفى الملك فهد الطبي العسكري، وأيضا كانت طبعا تحت راية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن آل سعود أمير المنطقة الشرقية جزاه الله خير. فانطلقت هذه الحملة بثلاثة أيام، كانت يومين للرجال ويوم للنساء، وكان الحمد لله الحمد يعني عدد كبير جدا من حضروا هذه الفعالية، وكان معنا أيضا من طاقم فريق بايكرز، وكان أيضا يعني لفيف من الأخوان الذين حضروا، وأيضا من رجال الأعمال الذين حضروا وسندوا هذه الحملة، حملة دمي في ذاك يا وطن لفريق سواعد المنطقة الشرقية الإعاقات الحركية في المنطقة الشرقية. والأمر الآخر أيضا الذي يجب أن نذكره الإعلام الذي ساندنا بتغطية هذه المبادرة الأولى في المنطقة الشرقية، وكان من أوائل التلفزيون الذين حضروا أو من أوائل القنوات الذين حضروا لتغطية هذه البرامج اللي سواعد أشخاص ذوي الإعاقة الحركية في المنطقة الشرقية أو فريق سواعد، كانت قناة دي ام ام، يعني نتقدم لهم بالشكر الجزير أنهم كانوا من الإعلام الذي ساند لعملية تغطية أمور أشخاص ذوي الإعاقة والمبادرات التي يقومون بها والحملات التي يقومون بها. وأيضا كان هناك عدد من القنوات الأخرى أيضا نتقدم لهم بالشكر عن طريق قناة دي ام ام اللي كانت الأولى والسباقة لعملية تغطية هذه البرامج اللي تخدم أشخاص ذوي الإعاقة، لأنها أدت رسالتها الأم التي هي إيصال الثقافة لكل فئات المجتمع، فأيضا أشخاص ذوي الإعاقة من فئات المجتمع التي يجب أن نوصل لهم ثقافة وتوعية المعاق وأسرة المعاق وأيضا المجتمع الذي يوجد فيه فئات أشخاص ذوي الإعاقة. نظمت وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد بمحافظة حفر الباطن دورة فقه الانتماء والمواطنة لأئمة المساجد. نشاهد هذه الرسالة لزميلنا بدر الحربي مراسل القناة من حفر الباطن. نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ممثلة في وكالة شؤون المساجد والدعوة والإرشاد ومعاهد الأمة والخطباء التابع للوكالة بالتعاون مع فرع الوزارة بمحافظة حفر الباطن برنامج التأصيل الشرعي لفقه الانتماء والمواطنة ولمدة 3 أيام وعلى 3 برامج. البرنامج الأول التأصيل الشرعي لفقه الانتماء والمواطنة، البرنامج الثاني مقتضيات ولوازم الانتماء والمواطنة، البرنامج الثالث وشمل محاضرتين الحكم الشرعي من المصطلحات المتعلقة بالانتماء والمواطنة، ثانيا شبهات حول الانتماء والمواطنة والرد عليها. وتهدف إلى هذه البرامج إلى محاربة الإرهاب والتطرف والقلوب وكذلك تعزيز الأمن الفكري والوسطية، وتأتي ذلك ضمن جهود الوزارة في مكافحة الإرهاب والتطرف والقلو وتحقيق الوحدة والانتماء. كذلك يأتي لبيان واجبات الأئمة والخطباء والدعاء لتعزيز الانتماء لهذه البلاد المباركة. لبرنامج الحصاد الشرقي بدر الحربي حفر الباطن. ومن محافظة الأحساء أبدى عدد من مواطنين حي الفاضلية تخوفهم الشديد من وجود حفرة عميقة مجهولة السبب، كما أشار المواطنين بالمقطع.
تقع داخل الحي بين المنازل، ووفقا لرواية المواطنين فإن هذه الحفرة تمثل خطورة على سكان الحي نظرا لعدم وجود سياج حولها، الأمر الذي يمثل فخا منصوبا لكل من لا تسقط عينه عليها، إضافة لعمقها الشديد تحت المنازل، وهو ما أثار استغرابهم نظرا لعدم معرفة أسبابها. ودعا الأهالي إلى ضرورة التدخل السريع من قبل المسؤولين لوضع الحلول حفاظا على حياة الجميع، حيث باتت تحاصر منازلهم وتهدد أسوارها بالانهيار أو تشققها، ولعدم وقوع أي حوادث لا قدر الله قد يدفع المواطن حياته ثمنا لها. وفي الوقت الذي لم تتجاوب فيه أمانة الأحساء معنا، علمت مصادرنا الخاصة بأن الأمانة، وبعد أن باشرت بحكم الاختصاص والتثبت من رسمية وقانونية العمل، تثبت وجود أمور غير صحيحة مع المقاول، مما جعلها ترفع القضية لإمارة المنطقة وللجهات الأمنية لاتخاذ ما يلزم. دعونا وإياكم نشاهد ما حدث وبتعليق من مواطنين الحي نفسه. يقولون اسم الشركة أنه فيه، حتى هم يقولون ما يدرون، بس عينة بيرسلونها إلى شركة ثانية، متعاقدين مع شركة بيرسلونها إلى شركة ثانية، حتى هم ما يدرون شنو الشركة اللي بيرسلونها لها. نائب المسؤولين يقول لنا شنو السبب، وها شوف الأطفال يمرون يم الحفريات، وخطر مسبب خطر، وهذا العمال يحفرون، وهذا لهم 3 أيام، وهذا الثرى يم البيت، هذا بهذا الشكل لمدة 3 أيام، هذا العنوان، الهفوف الفاضلية واللوحة قبل شوي، هذا العمال قاعدين. سلام شلون؟ طبعا النفط ولا بعد؟ هلا محمد، سلام عليكم. ما عرفت ايش اسمك يا شباب؟ حسين الحمد. حسين الحمد. هذا واحد منهم اسمه حسين الحمد. لا هذا الشركة. هذه ناس طويل العمر شو سووا؟ هذه لهم حين اسبوع وش سووا يم البيت طويل العمر، وشو اسمهم طلعوا، وانا حين بدخل داخل وبيكم تشوفون وتحكمون. تحكمون طلعوا شوفوا شلون طلعوا، ها طالعوا. أنا حين بنفسي دخلت داخل الحفرة تحت البيت، هذه شوف شلون، هذه شوف الحفرة داخل يا طويل الأمر، طالعوا وشلون يعني أنا بالنفسي أنا دخلت حين ونصدح وأنا حين أفتر داخل، طالعوا هذه الحفرة، الحفرة من أول بداية هنا، وقالوا ما شوفوا عينة ما سلفتهم، وهذا البيب حتى يبين، طالع شوفوا شلون، شفتوا الله يرضحنا ويهجم البيت يا طويل العمر، شوفوا شلون طالعوا، الله يرضى حاجة الله ما يرضى. روحون يا عم رجع، هذه الحفرة دخلت فيها داخل، يا الله شفتوا شلون ما خرجته، شفتوا شلون ما صدق الآن نصردوا بيطبين. ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، معلومات وحقائق، نشاهد وإياكم هذا التقرير الذي أعدته الزميلة ثمراء الشهري. يقع ميناء الملك عبد العزيز بالدمام
على الخليج العربي، وتقريبا في منتصف الساحل الشرقي على خط العرض 26 و30 درجة شمالا، وخط الطول 50 و12 درجة شرقا. ويعتبر ميناء الملك عبد العزيز البوابة الرئيسية لدخول البضائع من كافة أنحاء العالم إلى المنطقتين الشرقية والوسطى من المملكة. حيث بني لخدمة صناعة النفط وخدمة كافة المدن الرئيسية في كل المناطق شرق ووسط المملكة. ومن الخدمات التي يقدمها الميناء، يعتبر الميناء مكتفياً ذاتياً بتوفير المكاتب الإدارية والورش البحرية والميكانيكية والكهرباء والهاتف وشبكة الاتصالات البحرية ومحطة تكرير المياه. يرتبط ميناء الدمام بشبكة طرق سريعة مع بقية مناطق المملكة ودول الخليج المجاورة، وكذلك خط سكة حديد مع الميناء الجاف بالرياض. ويشمل الميناء على العديد من الخدمات، منها محطة الحاويات ومحطة البضائع المبردة ومحطة البضائع العامة ومحطة الحاويات المشتركة. يرتبط بخدمة سكة الحديد للرياض ومحطة الحبوب السائبة ومرافق نسفانة للحاويات ولجميع أنواع البضائع بما فيها السيارات. ويحتوي على برج مراقبة بحرية مجهز بأحدث معدات الاتصال. كما استطاع ميناء الملك عبد العزيز بالدمام سعودة جميع الوظائف البحرية وتجديد الدماء في هذه الوظائف في نطاق المؤسسة العامة للموانئ وشركات النقل البحري وشركات الخدمات البحرية التي تعمل في مجال البترول والوكلاء المحليين. برنامج الحصاد الشرقي ثمراء الشهري. كشف مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل لسيارة نخل كبيرة شاحنة وهي تصطدم بإحدى لوحات الطرق بمدينة الجبيل وتحطمها في استهتار كبير من سائق السيارة الذي ترك صندوق السيارة مرفوعاً، وكانت الشاحنة تسير بسرعة كبيرة في حين كان صندوقها الخلفي مرفوعا
وسط تحذير السيارات المجاورة له، إلا أن السائق يبدو أنه لم ينتبه وصدم لوحة الطريق وحطمها، وذلك في وجود إحدى سيارات دوريات المرور على يسار الطريق. نشاهد هذا المقطع. ومن أخبارنا الاقتصادية، أصدرت وزارة المالية سندات تنمية حكومية بقيمة 20 مليار ريال، وتم تخصيص هذه السندات لعدد من المؤسسات العامة والبنوك التجارية المحلية، وتراوحت أجال السندات بين 5 و7 و10 سنوات. وكانت وزارة المالية قد أصدرت سندات تنمية حكومية بقيمة 15 مليار ريال سعودي في إصدار خاص للمؤسسات العامة، وذلك في شهر يونيو 2015. كما أن الوزارة بصدد إصدار سندات بأجال وأحجام مختلفة في الفترة القادمة، يتم تحديدها وفقا للمتطلبات التمويلية. وتحليلا لهذا الموضوع، معنا على الهاتف الدكتور عبد الوهاب القحطاني، محلل وكاتب اقتصادي. بداية نرحب بك دكتور معنا. حياكم الله. حياك الله في برنامجنا الإخباري الحصاد الشرقي. الله يحييكم ويحيي المشاهدين. دكتور، 20 مليار للسندات الحكومية، ماذا يعني ذلك للمواطن والحكومة؟ حقيقة الحكومة السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين رأت أنه لا يمكن بأي حال محال أن يكون هناك تراجع في التنمية في المملكة، وأنه يجب أن تستمر الميزانية بنفس أو تقريبا بنفس الزخم. فلذلك كانت بحاجة لأن تجد آلية لتمويل المشاريع الحكومية وتمويل الكثير من المشاريع التي يعني خططت لها مسبقا. فقامت بإصدار سندات، هذه السندات هي وسيلة للتمويل، وطبعا موثوقة، وأيضا نسبة المخاطرة فيها ضئيلة جدا. والمملكة طبعا يعني الدولة لها سيادتها ولها توجهاتها فيما يتعلق بتنمية الاقتصاد السعودي، ورأت أنه بالاستدانة من المؤسسات العامة وأيضا البنوك التجارية في المملكة، أولا سوف يساعد المملكة في الحصول على التمويل اللازم للتنمية خلال السنة القادمة أو السنة المالية القادمة، وأيضا فيه خير بالنسبة للبنوك وبالنسبة للمستثمرين في هذه السندات. جميل دكتور. جميل دكتور. إذن ما هي يعني إيجابيات الاقتراض من المؤسسات العامة والبنوك، وما هي سلبياتها؟ طبعا لما تقترض من البنوك أنت بهذه الآلية تساعد البنوك في النمو، وتساعد أيضا طبعا هذه القروض مقابل طبعا سعر فائدة معقول بالنسبة للطرفين. أيضا تساعد في يعني التحكم في التضخم المالي، لأن نعرف كل ما تكون السيولة موجودة لدى المواطن ولدى يعني بالذات الأفراد، هذه تساعد على نمو التضخم المالي. لكن البنوك عندما تحاول أنها تغري الأفراد بالإيداعات وما يسمى
سيرتيفيكت اوف ديبوزيت اللي هو الودائع الماليه. نعم. تساعد في انها تتحكم في نسبه السيوله في لدى المستهلك. نعم. وبهذا نستطيع ان نتحكم في التضخم المالي. جميل جدا. نعرف نعم نعرف ان نعرف ان توفر السيوله الكبيره في خارج المؤسسات الماليه يساهم الى حد كبير في التضخم المالي في المملكه وفي اي بلد اخر في العالم. جميل. دكتور، يعني من المفترض ان تؤثر القروض الحكوميه والسندات في قيمه الريال السعودي مقابل الدولار، يعني ما مدى يعني هذا التاثير دكتور؟ طبعا تعرف ان بعد ما اصدرت الحكومه يعني التصريح بالنسبة للسندات يعني نزلت قيمة الريال شيء بسيط مقابل الدولار الأمريكي. نعم. وهذه يعني هذا كان مؤشر يعني نفسي أكثر من أنه مؤشر حقيقي أو مؤشر يعني الاقتصاد السعودي كما صدر اليوم عن صندوق النقد الدولي اقتصاد قوي ومن بين أقوى 20 دولة بالنسبة للـ الجي 20 اللي هو 20 دولة اللي لها وزن في صندوق النقد الدولي. المملكة يعني لا تزال الحمد لله بخير، والنفط سوف يعود إلى مستويات مرتفعة إن شاء الله. ولا أعتقد في ذاك القلق بالنسبة للمواطن أو للشركات. يعني ما يحدث في السوق قد يكون في الآونة الأخيرة بالنسبة لسوق الأسهم لا يعكس بالفعل حقيقة قوة الاقتصاد السعودي. نعم. وإنما هذا هلع نفسي تخوف من صغار المتداولين فقاموا بيعهم بسعر السوق، وهذا بلا شك يعني أثر في هبوط الأسهم بشكل حاد. شكرا لك دكتور، يعطيك العافية على هذه المداخلة الجميلة. إذن شكرا للدكتور عبد الوهاب القحطاني على هذا التحليل الاقتصادي الثري بالمعلومات التي تطمن الشارع السعودي. شكرا جزيلا دكتور، حياكم الله. في أمان الله. في أمان الله. ومن أخبارنا الاقتصادية أيضا، من محافظة الأحساء بدأ مزارعو الأحساء والمهتمون بمنتج التمور موسم الصيرام لتمورهم والإعلان عن موسم ناجح مبكرا وسط توقعات مختصين بأن تسجل مزارع الأحساء إنتاج ما يقارب 100,000 طن من التمر بمختلف أنواعه ذي الجودة العالية، في مقدمتها الخلاص والشيشي والحاتمي ودخول أنواع جديدة منها المجدول والعجوي الذي يتم طلبه بكميات كبيرة في دول خليجية، وسط آمال كبيرة ومطالب بأن يكون لوزارة التعليم دور في استهلاك التمور للطلاب. وأوضح شيخ سوق تمور الأحساء عبد الحميد الحليبي أن منتج هذا الموسم من التمور سيكون عاليا ومختلفا عن المواسم الماضية، وسيشهد نقلة كبيرة وبشرى للأهالي المهتمين بإنتاج التمور، وسيسجل بعون الله تعالى ارتفاعا في الأسواق مع بدء وانطلاق موسم الصيرام، مؤكدا بأن هذا العام سيكون شاهدا على منتج عالي الجودة من التمور وزيادة في الإنتاج، وسيكون مزاد مدينة الملك عبد الله للتمور في المهرجان الذي سيقام قريبا للتمور شاهدا حقيقيا على ارتفاع السوق والتنظيم الجيد، والذي من المتوقع أن يكون إنتاج هذا العام من التمور ما يقارب 100,000 طن من التمور، ويتوقع أن يستهلك منها أهالي الأحساء 5% مقابل 40% يستهلكها في مختلف أنحاء المملكة، و45% تستهلك خارج المملكة لدول مختلفة. ويتوقع أن يستهلك منها أهالي الأحساء 5% مقابل 40% تستهلك في مختلف أنحاء المملكة، و45% تستهلك خارج المملكة لدول مختلفة. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى نهاية أخبارنا الاقتصادية، والآن مع الأخبار الرياضية نرحب بالزميل بدر الخليوي المنضم لنا إلى برنامج الحصاد الشرقي، وسنكون معه إن شاء الله في الأخبار الرياضية. مساك الله بالخير أخي بدر، أهلا وسهلا بك.
شكرا جزيلا زميلي فارس. مساء الخير، حياكم الله أعزائنا المشاهدين في الأخبار الرياضية، وننطلق معكم بأول أخبارنا. انطلق السبت 15 من شهر أغسطس دوري 32 لبطولة كأس ولي العهد حفظه الله بمشاركة 8 أندية من المنطقة الشرقية، حيث يتبارى كل هذه الأندية بنظام خروج المغلوب. وقد تأهل كل من النهضة على حساب الفتح بضربات الترجيح 5-4 بعد أن انتهت مباراتهما بالوقت الأصلي بالتعادل هدف لهدف. كما تأهل الخليج على حساب الباطن ب3-2، وتغلب القادسية على الجيل ب3-2، وهجر على الوطني ب2-1، ليختم الجولة فارس الدهناء، ويتأهل نادي الاتفاق على حساب نادي الرائد ب2-0، وينتقل مع من فاز من أندية المنطقة الشرقية إلى دور 16. تمنياتنا لجميع أندية المنطقة الشرقية بالتوفيق. بعد غياب واشتياق يعود إلينا دوري جميل بعد أن كانت قد اختتمت نسخته الماضية بتتويج نادي النصر السعودي باللقب للمرة الثانية على التوالي. وسيفتتح بطل الموسم الماضي مباراته بلقاء شرقاوي يواجه فيه نادي هجر، كما تستمر النكهة الشرقاوية بلقاء نادي الفتح بنادي الخليج. وتنتقل الأضواء يوم السبت إلى مباراة العائد لدوري جميل القادسية، والذي سيستضيف نادي الفيصلي. وللحديث أكثر عن نادي القادسية واستعداداته لدوري جميل، يسرنا ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ معدي الهاجري رئيس نادي القادسية. مساء الخير أستاذ معدي. يا مرحبا، مساك الله بالخير والنور. هلا والله. طويل العمر عودتكم إلى دوري جميل، كيف استعدادات نادي القادسية وما هي آخر أخبار استعداداتكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لنادي القادسية، أولا ما هو غريب على دوري الأضواء، هو إن شاء الله كلنا أمل بالله سبحانه وتعالى أن ترون نادي القادسية من الأندية في المراكز المتقدمة إن شاء الله وتحقيق المراد. بدأنا استعداداتنا بعد نهاية مباراتنا تحقيق الصعود بعمل برنامج للفريق لاستعداداته. انطلقنا تعرف في شهر رمضان الكريم تحضيرات يعني للفريق، وبعدين انتقلنا لمعسكر خارجي في دولة تركيا لمدة 11 يوم، وخاض بعض المباريات هناك، وانتقل المعسكر الثاني في منطقة الإمارات في أبوظبي، لعبنا كذا مباراة، والحمد لله رب العالمين. أضفنا متعارف أربعة جانب، واللعب إن شاء الله هذا الأربعة جانب يكون إضافة للفريق القادسية وللدوري السعودي بإذن الله إن شاء الله من ناحية كمستوى يعني. نعم أستاذ معدي، هذه أول مباراة لكم وسوف تكون على أرضكم وبين جماهيركم، إن كان من كلمة تقولها لجماهير نادي القادسية والمتعطشين لوجودكم في هذا الدوري. والله احنا نقول لمحبين نادي القادسية احضروا إن شاء الله المباراة، وإن شاء الله تطلعون إن شاء الله سعداء بمستوى ونتيجة بإذن الله إن شاء الله. أستاذ معدي، كثر الكلام واللغط حول مستويات حكام دوري جميل من الحكام السعوديين، فيما لو كانت المباراة على أرض الخصم وطالب في على أرضكم عفوا وطالب الخصم استقطابه لحكام أجانب على حسابه، ترى ماذا سيكون موقف نادي القادسية من هذا الشيء؟ والله احنا عندنا كفكر كإدارة قادسية عندنا فكر غير الأندية الثانية. اولا احنا لازم نثق اولا في حكامنا السعوديين ونعطيهم باب الثقة، ثقة ما في حكم انا يعني انه يحاول إساءة لاي فريق ثاني، هو يجتهد وحان يخطئ. اذا معك وقفنا مع حكامنا السعوديين كيف نطور حكامنا السعوديين؟ صحيح نعم، يعني نفهم من كلامك أنه أنت راض عن مستوى أداء الحكام السعوديين في الدورات الماضية. كرضا تام لا، الحقيقة أنا أكون واقعين ولا شك أنه رضا مقبول، ونتمنى إن شاء الله أنهم يتطورون للأفضل. نعم، مدى رضاكم عن الأجانب الذين استقطبتوهم لنادي القادسية حتى الآن، وما هو المأمول منهم؟
والله احنا الحمد لله يعني مقتنعين فيهم كعاج لعيبه، ومثل ما اضفت لك يعني هو بيكون اضافه يعني للفريق القادسيه، وان شاء الله بيكون فنيا اضافه للدوري السعودي باذن الله ان شاء الله. نعم، اعتقد ان اليوم طلع خبر تدشينكم للزي الرسمي الجديد لنادي القادسيه، هذا صحيح استاذ معدي؟ نعم نعم، هذا في شراكه مع شركه لوتو ممثله في المتجر الوطني برعايه الفريق، طبعا الفريق الاول والنادي ككامل يعني باقي الانشطه للنادي برعايه شركه لوتو. تمنياتنا لكم بالتوفيق في مباراتكم القادمه، سعدنا كثيرا باستضافتك، ان كان من كلمه اخيره لقناه دي ام ام. الله شكرا لك، ونتمنى ان شاء الله التوفيق لنا ولكم ان شاء الله، هذا يكون ان شاء الله. إذن أستاذ معدي الهاجري رئيس نادي القادسية كان معنا، شكرا جزيلا. رعاية الشباب تدشن حسابها في تويتر. دشن الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز الحساب الرسمي للرئاسة العامة لرعاية الشباب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وعبر سموه في أول تغريدة له عن سعادته بإطلاق الحساب الرسمي للرئاسة، معربا عن أمله أن يكون وسيلة تواصل نافعة لجميع شباب الوطن. منتخب المملكة للبولينج يعود من عمان محملا بالكثير من الميداليات البرونزية والفضية وألقاب حصدها شبابه عبد الرحمن الخليوي وسعود الخليوي اللذان عادا إلى المملكة بالكثير من الميداليات. شكرا لكما وبالتمنيات لشباب الشرقية بدوام التوفيق. كانت هذه حصيلة أخبارنا الرياضية لهذه الحلقة أعزائنا المشاهدين، سعدت بلقياكم على أمل أن ألقاكم وأنتم بأتم صحة وعافية في الحلقة القادمة. نعود الآن إلى الزميل فارس القاضي، إليك فارس. شكرا للزميل بدر الخليوي على هذه الجولة الرياضية، والآن إلى آخر أخبارنا في هذه الحلقة. فتزامنا مع موعد العودة للمدارس، وجهت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس عددا من النصائح والتوجيهات المهمة لأولياء الأمور والطلبة والطالبات، من بينها حسن اختيار الحقيبة المدرسية والحرص على أن تكون بدعامة قطنية وأن تكون خفيفة ومريحة على أن لا يتجاوز وزنها 10% من وزن الطالب. كما وجهت هيئة المواصفات والمقاييس بضرورة البحث عند شراء الأدوات القرطاسية والمدرسية بالبحث عن المنتج الأفضل وأخذ الفاتورة من البائع تحوطاً لعملية الاسترجاع والتبديل، في نصائحها بأهمية مراعاة حسن اختيار الملابس المدرسية واختيار الفضفاض منها تحوطا لحرارة الطقس التي تشهدها أجواء المملكة في هذه الفترة. كل ذلك وأكثر وثقته هيئة المواصفات والمقاييس في فيلم قصير، دعونا نشاهد هذا الفيلم. الكل عارف أن المدارس على الأبواب والناس بتشتري متطلباتها، ونلاحظ التخفيضات والعروض اللي تكثر خلال هذه الفترة، وهنا نقدم لكم نصائح عند الشراء. اختاروا شراء المنتج الأفضل من المراكز المعروفة والموثوقة، وذكروا أبنائكم دائماً لا يحطون الأقلام بالفم أو يستنشقون رائحتها. حتى الملابس يجب شراءها من محلات موثوقة، ولا تنسوا أخذ الفاتورة حتى تقدروا تسترجعوها أو تستبدلوها. والأهم لا تنسوا غسيل الملابس قبل اللبس حتى تختفي بقايا المواد الضارة والكيماويات والأصباغ. ومع الحر اللي احنا عايشين فيه أحسن شيء وراحتهم تاخذوا ملابس فضفاضة عشان العرق وتحسس الجلد، والملابس الداخلية يفضل القطنية لأنها قليلة الاتساخ وما تولد شحنات. ولا ننسى أهم شيء الحقيبة المدرسية، لازم تكون فيها دعامة قطنية من الخلف لدعم العمود الفقري، وتكون خفيفة ومريحة ووزنها ما يتجاوز 10% من وزن الطفل. مع تمنياتنا بعام دراسي ناجح وسليم لأبنائنا الطلاب. الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. وبهذا الخبر أعزائي المشاهدين نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع، نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة الأسبوع المقبل، دمتم بخير.